طيب سؤال، من لم يستطع التطهر لا بالماء ولا بالتراب كيف يتطهر؟ بالنية. بالنية. الآن عافى الله الجميع في وباء كورونا، يسألون الآن مساكين المرضى الذين في العناية المركزة وفي المستشفيات، ممنوع عليه لا الماء ولا التراب. طيب ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ الجواب لا، وإنما يصلي. كيف يصلي؟ كيف يتطهر؟ بالنية. هذا فاقد للطهورين، فقدا حكميا، فقد حكمي. الماء موجود لكن عاجز عن استعماله، التراب موجود لكن ممنوع من استعماله. طيب ماذا يفعل؟ ينوي الطهارة بقلبه، ينوي الطهارة، يستحضرها، يستحضر الطهارة، ثم يصلي على الحال التي يستطيع.